الليلة استعداد في التمام لأصعب المهام مضية سرعة في الأداء في قلب يد النداء وفاؤنا شيء معهود في إيصال كل الطرود سوبر ويلز هيا هيا جت وهدزي دعني وجرا سوبر ويلز على في كل مكان بنات وفتيان سوبر ويلز سوبر ويلز العرض الغني مرحبا سكاي ما الأخبار؟ ألي عندك مهمة ما؟ مثل كل يوم يا جيت ستوصل طرداً إلى الفتاة نادية تسكن في روسيا في سيبيريا وهو مكان بارد جداً ولكنه جميل أيضاً بعض الأنهار والبحيرات تتجمد تماماً ويسير الناس فوقها انظر هذا مذهل حقاً مذهل في سيبيريا مدن كبيرة ولكن نادية تسكن في قرية لا تقلقي سأعثر عليها قبل ذهابك سأعلمك بعض الكلمات المفيدة سباسيبا تعني شكراً لك سباسيبا على ما علمتني باجالستا جيت أظن أن باجالستا تعني عفواً هذا صحيح هيا خذ موقعك جيت استعد للطيران وقت التحليق إلى سيبيريا الروسية إذن هذه هي سيبيريا المدينة البيضاء أجل لقد تحسن أدائي في الرقص نادية أوشكت أن أنهي زيك الجديد هذا أمي جميل خدمة التوصيل ترى من أتانا؟ أنا جيت دائما في الموعد مرحبا جيت أنا نادية إذن هذا الطرد طردك سباسيبا شكرا باجالستا عفوا لكني لا أذكر أني طلبت أي شيء بيضة مزينة يا لها من مفاجأة أنا طلبتها من أجلك وأيضا هناك مفاجأة أخرى داخلها اللعبة ترقص مثلي تماما أرأيت جيت ترغب نادية في أن تتقن هذا النوع من الرقص ولكن ما من أحد يشاركني هذا أنا الذي سيشاركك حقا؟ هل تجيد ذلك؟ قليلا قليلا جدا هذه قاعة التدريب أبي علق المرايا وصنع القضبان أيضا أين أبوك؟ إنه يعمل بشاحنة على الطريق المتجمد ذهب لإحضار الخشب ليصنع مسرحاً كي أقدم عرضاً أمام القرية كلها هل علمتني بعض الحركات؟ لك هذا قلد حركاتي إذن هيا استعد جيت في البداية دوران الساق كن حذراً واحد، اثنان، ثلاثة، دوران كدت تتقنها والآن، اقفز، اقفز، اقفز يكفينا تدريباً الآن آسف أفسدت كل شيء لا بأس يا جيت
ربما يجب علي أن أعتاد التدرب وحدي منذ الآن. خطرت لي فكرة، حان وقت الاتصال بالسوبر وينجز. قلت سوبر وينجز؟ أجل، إنهم أصدقائي الذين يلبون النداء عندما أحتاج إليهم. سكاي، أجيبي. هنا القاعدة، ما الأمر يا جيد؟ أنا مع نادية في سيبيريا، نريد بعض الراقصين. ترى من من أصدقائنا يناسب هذا العمل الفني. دايزي فليب جيرام. هيا فليب التقط. نحن مستعدون لهذا العمل. سنقدم اليوم عرضا فنيا رائعا. جيت، أين أصدقاؤك الذين حدثتني عنهم؟ إنهم جيروم ودايزي وفليب، ستحل الآن مشكلتنا. سوبر وينجز وضع التحول. أنا جيروم وقد حان الوقت من أجل أن أتألق. البديعة المنقذة السريعة. أنا فليب، بكل تحدي مهماتي أؤدي. أهلا وسهلا بكم، ما رأيكم الآن أن نرى مهاراتكم؟ هيا نرقص معا. يا سوبر وينجز، شكراً. والآن سأعلمكم حركات رقصتي. أنا أنتظر أن يعود أبي حتى يراها. هواء عليل، نسيم ظريف، وأرى كثيراً من الثلج. الطبيعة خلابة. بوريس، ماذا تريد؟ هل أجبت؟ أنا أقود. حاضر، مكبر الصوت تشغيل. مرحباً أبي، أنا الآن مستعدة لتقديم عرضي الفني. رائع، الطريق سهلة والجو جميل أيضاً. وسأصل في الوقت المحدد لأبني لك المسرح. ماذا هناك؟ لقد أصاب أبي مكروه. سننطلق بسرعة لننقذه. إذن سأذهب معكم. تفضلي نادية، اصعدي لوحة التزلج وسأوصلك إليه. سوبر وينجز، هيا نذهب لإخراج الشاحنة العالقة. انظر، أتى أحدهم لمساعدتنا. أبي، أتيت معهم لإنقاذك. شكراً، مسرور لرؤيتكم هنا. هيا لنسرع. لا تقلق، سنخرجك. إطلاق حبال الإنقاذ. الحبال الآن. ما الذي علينا فعله؟ راقبينا لترى. دايزي، ارمي إلينا الحبال. هيا. هيا بنا. دوران 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 دوران.
لنسحب الآن الشاحنة العالقة. هيا لنشد الحبل. ها شدوا 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 شدوا. أوشكت أن أخرج. هيا نذهب إلى المنزل من أجل العرض. اقترب موعد عرضي الفني. أهلا بكم جميعا، عرض الليلة الفني المميز سيبدأ الآن. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وشاهدوا الحلقات التالية.